بلا شك هم يتعاملوا بنظرة استعلائية على المجتمع، ويعتقدوا أنهم سلالة مفضلة، وأن لهم الحق في أن يستعبدوا هؤلاء الخلق، وأنهم هم فقط من لهم الحق في امتلاك الثروة والسلطة والقرار، وأن بقية الناس لا قيمة لدمائهم حتى وإن خسروا عشرات الأرواح في هذه الحرب. طالما وأنهم ليسوا من هذه السلالة فليس مهم. هذه الكائنات خلقت لكي تضحي من أجل حفلة من البشر الذين يعتقدون أن دماءهم نقية، كأننا لا زلنا نعيش في العصور الوسطى، وهذا أمر معيب. أن يتعامل المبعوث الدولي مع وضع كهذا ويقول أن هناك تقدم في تحقيق اتفاق ستوكهولم، رغم أننا على قناعة تامة بأن الحوثيين لن يطبقوا هذا الاتفاق ولن يطبقوا أي اتفاق يتم معهم، لأنه ماذا بعد ذلك؟